إن هذا التقرير يؤدي إلى مخالفة الفطرة الإنسانية السليمة وهدم الأسرة والإضرار بالمرأة والأبناء بالخصوص. الكذب في أن نحب نحو الأذان، في الكذب اللي نحب الزواج بالمرأة والراجل المرأة تزوج المرأة والراجل يتزوج المرأة راجل ولا شنو، هذوما الكذب. وقفت أيها المسلمون على أشياء رهيبة، على أشياء خطيرة، على أشياء فادحة عظيمة. أنت يا إمام اللي باسم الدين تطلع في المنبر تحكي للتوانسة، قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم الكذب لا لا لا. أنا أقول هي لجنة الأمر بالمنكر بالمنكر والنهي عن المعروف، وهذا نابع من عقيدة فاسدة. هؤلاء شاذون فكرا وفقها. عجيب، هذه تونس عجيب، عندنا فيها الشواذ جنسيا وعندنا فيها الشواذ فقهيا وفكريا. واللي ما يحبش واللي يتبع التوانسة واللي يحب يهيجهم راهو ما يحترمهمش. نحن نحترمهم، خاطر تحبهم يحكوا حكايات حلوة ياسر بقطع نظر الاختلاف.